بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، تلاميذ تلميذات الصف الأول الابتدائي، أهلا بكم في قناة ذاكر لي يا بابا. النهاردة هنذاكر مع بعض مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده يا اولاد، النهارده هناخدوا مراجعه على حرف الفاء والنون واللام والحاء. هنيجي مع بعض. اول حاجه نشاط واحد، هنا هقول لك ايه. بص كده يا عبد الرحمن، بص يا روان، لون الصوره المناسبه للحرف بنفس لون الحرف. يعني دي ايه صورتي؟ حرف ايه دي؟ الحاء. حاء ضمه، يبقى حاء ضمه دي حرف الحاء. حو يعني ايه؟ حوت. وادي الحوت يا اولاد اهو، يبقى تلون الحوت باللون الازرق. طب هنا فاء، فاء فتحه، فاء فراشه. فراشه، شاطر يا روان، اهي الفراشه. نلون حرف الفاء فتحه فاء، نلون الفراشه باللون ايه؟ باللون الاحمر. لام ساكنه في كلمه ايه؟ كلب، يبقى فيها ايه؟ كلب، فتلون الكلب باللون ايه؟ البني. طب نيجي بعد كده نون فتحه ناء، ناء يبقى النحل، يبقى ايه؟ تلون النحله باللون الاصفر. ده بالنسبه لنشاط واحد. نيجي بعد كده نشاط اتنين، بيقول ان ايه هنا؟ تتبع ثم صل كل حرف بما يناسبه. أول حاجة حرف إيه ده؟ حرف الفاء، وده حرف إيه؟ النون، وده حرف إيه؟ اللام، وده حرف إيه؟ الحاء. أول حاجة ندوسوا عليهم بالقلم، ندوسوا مع بعض. بصوا كده يا أولاد، دي نون أول الكلمة، هتوصلها بنون إيه؟ آخر الكلمة. ودي لام، لام أول الكلمة توصلها بلام آخر الكلمة، وحاء أول الكلمة توصلها بحاء آخر الكلمة، وفاء أول الكلمة توصلها بفاء آخر الكلمة. فنوصلهم مع بعض. نشاط ثلاثة، هنا هيقول لك إيه؟ حلل الكلمات الآتية التالية إلى أصوات. هنا يا أولاد إيه؟ ألف باء تبقى أب، نكتب إيه؟ أب. يبقى نكتب أ ب، يعني أ فتحة باء، نكتب مع بعض. بعد كده حبل، يبقى ح ب ل، يبقى نكتب ح فتحة باء ساكنة ولام، نكتب مع بعض. نيجي بعد كده كلمة يا أولاد، أنف. كلمة إيه؟ أنف. أنف برضو نكتبوها مقاطع صوتية، فنقولوا أ أ فتحة نون ساكنة والفاء، يبقى أقول أنف، فنكتبها مع بعض. نشاط أربعة، يعني يقول لك اكتب الحرف الأول مع ضبطه. هنا صورة إيه يا أولاد؟ أرنب. لما نقوله أرنب، نقوله وراي أرنب، يبقى ناقص حرف إيه؟ ألف فتحة، نكتب ألف فتحة مع بعض. صورة مين دي يا أولاد؟ صورة بنت. بنت يبقى فيها ب كسرة، هنقول بنت ب كسرة، نكتب مع بعض ب كسرة. نيجي صورة ايه يا أولاد؟ فول. صورة ايه ده عبد الرحمن؟ فول. يبقى فيها ف ضمة، فول، يبقى فيها ايه؟ ف ضمة، نكتب ف ضمة مع بعض. نشاط خمسة، بيقول لك هنا اقرأ ثم صل كل كلمة بصورتها المناسبة. دي صورة ايه؟ صورة دي أنف، ودي كلمة أنف، فنوصل كلمة أنف بصورة ايه؟ أنف، نوصل مع بعض. طب هنا دي كلمة ايه؟ لبن، ودي علبة ايه؟ علبة اللبن، فنوصل لبن بعلبة اللبن، نوصل مع بعض. ده نمل، دي صورة ايه؟ النمل، ودي كلمة نمل، فنوصل كلمة نمل بالنمل. نشاط ستة،
هيقول لك كون كلمات من الحروف التالية. هنا يا أولاد جيب لك إيه حرف؟ ألف ب نون لام ميم حا. ممكن يكون كلمتي يا أولاد من الحروف دي؟ كلمتي أب ويا تاني، ونكتب كلمة نحل نون حا لام، وممكن كلمة نمل نون ميم لام، وممكن كلمة حبل حا ب لام، صح؟ وممكن أم ألف ميم. فنعملوا مع بعض ثلاث كلمات مع بعض نكتبوهم. هناخدوا دلوقتي يا أولاد حرف الراء. حرف إيه؟ راء. وادي شكل حرف الراء يا أولاد، دي شكل حرف إيه؟ الراء. هنيجي نستمع وغني نسمع أغنية حرف الراء مع بعض. راء رجل يدفع ثمنا يرفع علما يحمي وطنا ماشي. نيجي بعد كده نشاط واحد، هيقول لك ماذا ترى في الصورة؟ انتوا شايفين ايه في الصورة يا اولاد؟ رجل ورمان، يبقى رجل ورمان والاثنين فيهم حرف الراء. هنيجي نشاط اثنين، هيقول لك انطق وتتبع باصبعك حرف الراء. ادي حرف الراء يا اولاد اهو، دي اسمه حرف ايه؟ الراء. وادي شكل حرف الراء، شكل حرف ايه؟ الراء. علون دي وعلون دي يا اولاد. ماشي ماشي. نشاط ثلاثة، هيقول لك ضع علامة صح تحت الصورة اللي تحتوي على صوت حرف الراء ثم لونها. دي صورتي يا اولاد، درس. صورة درس فيها حرف الراء، ودي صورة ايه؟ زرة فيها حرف الراء، ودي صورة ايه؟ نجوم. لا نجوم فيهاش حرف الراء، طب نسيبوها زي ما هي. ودي صورة ايه؟ ابريق، ابريق فيها حرف الراء. هنحط علامة الصح تحت درس وتحت زرة وتحت ابريق، نحطه مع بعض. نشاط اربعة، هيقول لك تتبع ثم صل كل حرف بكلمته. ده حرف الراء مش متصل بحروف قبله، وده حرف الراء متصل بحرف قبله، متصل بيها بحرف قبله. الاول ندوس عليهم بالقلم. بعد كده يا اولاد هنا كلمة قرد فيها حرف متصل، الراء متصل بالقاف، يبقى نوصل دي بدي، نوصلها مع بعض. وعندك هنا كلمة أرز فيها الراء مش متصلة بحروف قبلها ولا بعدها، فنوصل الراء بكلمة الأرز، نوصل مع بعض. بعد كده حرف الراء ده في كلمة جزر في راء هنا مش متصل، نوصل الراء دي بكلمة جزر، نوصلها مع بعض. وبعد كده حرف الراء دي برضو متصل، نوصلوه بكلمة رمل. عشان ايه يا عبادي؟ ما فيهاش حرف الراء متصل بحاجة، نوصلوها مع بعض. نشاط خمسة، هيقول لك صل الأرنب بالجزرة التي تحمل حرف الراء. هنا راء جزرة فيها حرف الراء نوصلها بالأرنب، وهنا جزرة حرف الراء نوصلها بالأرنب، ودي برضو نوصلها بالأرنب، ودي حرف الراء نوصله بالأرنب، نوصل مع بعض. نشاط ستة، ارسم دائرة حول حرف الراء. هنا في أكرم هنحط دائرة حول حرف الراء، شجرة شجر نحط حرف الراء دائرة، رمان نحط حرف الراء، أزهار ومسرور نحط مع بعض دائرة حول حروف الراء. نشاط سبعة، استمع ثم ظلل مكان حرف الراء. هنا كلمتي يا اولاد جزر، هنا صوت الراء في كلمة جزر اخر حاجة، يعني نحط لونه المربع الاخير، فنلون مع بعض. هنا صورتي دي صورة رمل، يبقى صوت حرف الراء فين؟ في الاول، فنظلل المربع الاولاني. ده صورتي يا اولاد صورة برج، برج براه فين؟ في النص، بنحط يا المربع في النص نظلله، نظلل مع بعض.
نشاط 8 هيقول لك انطق وتعرف حرف الراء بحركته ثم تتبعه. اول حاجه هنا يا راء فتحه، راء ضمه، راء كسره، راء ساكنه. يبقى راء فتحه في كلمه يا راس، راء ضمه رو في كلمه خروف، راء كسره ري في كلمه ريشه، راء ساكنة في كلمة قرد. يبقى راء ساكنة في كلمة يا كلمة قرد. ندوس عليهم بالقلم. نشاط 9 هيقول لك استمع وصل كل صوت بحرف الراء بالصورة المناسبة لي. هنا يا أولاد كلمة ايه؟ هنا راء فتحة في كلمة رجل، في كلمة ايه؟ رجل. فهنوصله حرف الراء مفتحة بكلمة رجل. نوصل مع بعض. راء ساكنة في كلمة رجل، في كلمة ايه يا اولاد؟ رجل. اهي الرجل، نوصل دي بدي. راء ساكنة، راء كسرة في كلمة ايه؟ رجل. راء ضمة في كلمة ايه؟ رمان. فنوصل كلمة راء ضمة رو بصورة رمان. نوصل مع بعض. آخر حاجة راء ساكنة في كلمة أرنب، يبقى فيها راء ساكنة. نوصلها مع بعض. نشاط 10 هيقول لك انطق الصورة ثم اكتب حرف الراء مضبوطا. هنا يا ولاد دي صورتين، صورة صاروخ. لما نيجي ننطق صاروخ نقول صاروخ، يبقى فيها راء ضمه، فيها راء ايه؟ ضمه. نكتب راء ضمه. دي صورة واحد ايه يا اولاد؟ واحد مريض والناس بتزوره، زمايله زي بتزوروه، يبقى نقول ايه؟ مريض، يبقى فيها راء ايه؟ راء كسره. نكتب تحت الصورة دي راء كسره. دي صورة ايه؟ برتقال. البرتقال فيه راء ايه؟ راء ساكنة، عشان اقول برتقال يبقى فيها راء ساكنة، راء ايه؟ ساكنة. نكتب راء ساكنة. ودي صورة ايه يا اولاد؟ صورة جرس. صورة ايه؟ جرس. نكتب جرس يبقى جرس، يبقى فيها راء فتحة. نكتب راء فتحة مع بعض. نشاط 11 ايوه انطق ثم حلل. يعني ايه نحلل الكلمات يا عيال؟ يعني كل كلمة نحطوها في النقط، كل حرف نحطوه في النقط بتاعته. يعني هي كلمة ايه دي؟ رمح، 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 يبقى فيها راء ضمة، ميم ساكنة، حاء، يبقى نحط كل حرف في النقط. هنا كلمة ايه دي؟ بحر، فيها باء فتحة، حاء ساكنة، راء، نحط الباء فتحة في النقط دي، الحاء ساكنة هنا والراء هنا. ده بالنسبة لنشاط 11، نكتبوه مع بعض. نيجي بعد كده يا أولاد نشاط 12 هيقول لك كون كلمات من الحروف التالية. أول حاجة يا أولاد هنا دي نون نقط، يبقى نكتب إيه هنا؟ نكتبه نمر، نبقى ناخده ميم راء نمر. نكتب مع بعض. هنا راء يبقى نكتب هنا يا اولاد رمل، يبقى نكتب ميم لام، يبقى رمل. نكتب مع بعض. الكلمه الثانيه هنا نكتب ايه؟ لا، يبقى لبن، نكتب ايه؟ لبن. نكتب مع بعض. هنا كلمه ايه يا اولاد؟ بلح، يبقى نكتب ايه؟ كلمه بلح. نكتب مع بعض بلح. هنيجي يا اولاد اخر حاجه معانا نشاط 13 هنا هيقول لك تتبع ثم اكتب. دول تكتبوهم في الكراسة وتنزلوا بيهم. راء فتحة راء وتنزل بيها، دوس على الجنب تنزل بيها. راء ضمة رو هتكتبها وتنزل بيها برضو. راء كسرة ري تكتبها وتنزل بيها. راء ساكنة تدوس عليها برضو بالقلم، راء ساكنة وتنزل ايه بيها. ده كده يبقى وصلنا معاكم لنهاية درسنا. أرجو أن تكون استفدتوا معنا، وإلى اللقاء في درس جديد مع مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.